Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua dan puan-puan Allah, sebenarnya sesungguhnya pada awal kuliah tadi kita akan membantu memenuhi hajat sahabat saya ini tadi. Namanya Muhammad Azmi bin Zainal Nabi Haji Zainal bin Ibrahim. Sama nama saya. Sama nama dengan saya Muhammad Azmi bin Zainal Haji Zainal Abidin. Jadi beliau dalam mesej dia kepada saya, dia minta saya minta kita sama-sama buatkan tahlil untuk arwah ibunya almarhumah Hajah Aisyah binti Haji Bahiyah. Binti Hajah Bahiyah untuk tahlil arwah dia. Kakak pun bolehlah sampaikan kepada yang berkenaan daripada kalangan keluarga keluarga kita lah, bapa kita dan sebagainya boleh tapi yang khususan dia ialah untuk almarhumah Hajah Aisyah binti Hajah Bahiyah dan juga doa selamat untuk puteri beliau Cik Umar Azmi ini yang ambil peksa binti kita sekarang Nur Alia dan Bihak binti Umar Azmi. Jadi kita sama-sama doakan dan juga untuk cucu-cucu kita kalau ada yang juga mengambil pemeriksaan ketiga pada tahun ini insyaAllah. Jadi kita sama-sama lah mengulakan majlis tahlil kita ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين والأهل كلهم والصحابة والبرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بسلم الدين شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا ومعلمينا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى روح المرحوم حجة عيسى بنت حجة بهية شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد
ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا السماوات والأرض وما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء اللهم صل أفضل صلاة على
hala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumati min ada kalimatika kullama dhakarta dhakiruna wa bla dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhlukatika badri tuja Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada ma'lumatika min ada kalimatika kullama dhakarta dhakiruna wa bla dhikrika al-ghafilun. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah azim, astaghfirullah azim, astaghfirullah azim. Afdhal zikri fa'ala bi anna la ilaha illallah. Wa bi qul abdu annahu la أقر وصدق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله.
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ta'ala dina wa ala adam wa ala kushin wa ta'ala man min rahmatika ya rahmatu rahimin. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma yasir. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين حمدا كاملين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافق ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتعيننا بها من السيئات وترفعنا بها غير لك أعلى الدرجات وتبلغنا بها صوايات من دم الخيرات في الحياة وبعد الممات سبحانك أنتنا كما أثنيت لنفسك فك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في المالحان إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تلقى الرضا عليه وأنت قال والثير اللهم اجعله وصير وتقبل التوبة وتقبلنا من القرآن العظيم ومحللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة حياة منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونلقيها إلى حديث سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابعين التابعين له بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد بركة وسارك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى روح المرحومة حجة عيسى بنتي حجة بهية وصولها وروحها وبتسببها أجمعين أوصي لهم ثواب ذلك بنا إليهم وجعل قلوبهم يرصعا ويعتلى الأمر بين أيديهم وضاف لهم رحمة رضوانك علينا وعليهم اللهم اجعل فكك لهم النار ونجاة لهم من النار وستر لهم من النار وفداء لهم وفداء لهم من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك الى ارواح والدينا ومشايخنا ووالدينا ومشايخ جميع المسلمين من مشايخ الارض ومواليدها اللهم اجعل في صحبنا وصحب والدينا وسادة الحاضرين ووالديهم مجد ورحمة ورضوان وادخلنا ويوفق سبيلنا يا حنان يا منان يا بني السماوات يا ذا الجلال والاكرام اللهم قوم بذكر قبر الحوت الى جنتك جنات الخلود الى سلم وهم مسكوبات كثيره لا متقطعه ولا ممنوعه او كرش مرفوعه والذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلح وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لهم ربنا انك رؤوف رحيم اللهم انا نسال اللهم انا نستعصيك ونستبدلك ايماننا وديننا ونفسنا واولادنا واموالنا كل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا واياهم في كنفك وانك وجوارك واياك من شر المريض وجعلنا يوزعنا يوزع البر وشر الدين في شر انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا بعاده وسلامه واتقنا بالتقوى والاستقامه واجعل مجيبك ندعوك في الحال والغالب انك سميع الدعاء واغفر لنا ذنوبنا وخطانا يا ارحم الراحمين يا الله يا محكم pada kesempatan yang hari ini yang memohonkan dan ya Allah agar kau berikan ketenangan kedamaian
kedamaian, kekuatan, kecekalan, ketemahan kepada ananda sahabat kami, ananda sahabat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.